السؤال المتعلق بعودة السي محمود بن حليمة. هو ما ماشي عودة يعني، ما مشاش باش رجع. السي محمود حليمة تم إيقاف ديالو بواحد الشكل مؤقت في إطار يعني تطبيق القانون والقانون الداخلي الرياضي لنادي الرجاء الرياضي. كما قلت الإخوان ديالكم، الهدف ماشي هو أن يكون هدف واحد السلبي ولا تأثير سلبي عليه، ولا أن نصغروا من القيمة ديالو. واحد اللحظة التأمل كيكونوا تصرفات اللاعبين كنعرفوا عندهم واحد الشغف، عندهم واحد الحماس، عندهم واحد الأنفة، واحد الكبرياء، كيكون بعد تجاوزات. حنا كمسؤولين ولا كمسيرين سواء خاصة في إطار لجنة التأديب كتكون واحد وقفة تأمل باش نحاول نرفع المستوى ونتجاوزوا هاد الأخطاء هادو، ندفعوا دائما باللاعبين وبالأجهزة الرياضية في أحسن المستويات. قبل ما تخرجوا ما تنساوش أبوناو في لاشين يوتيوب.